بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا أبو سامي له مجموعة من الأسئلة عن الحج. يبدأ هذا السؤال بسؤال يقول عن الفرق بين هدي الشكران وهدي الجبران، ولماذا سمي بهذين الاسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هدي الشكران هذا هو هدي التطوع الذي يفعله الإنسان تطوعا يقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون واجبا عليه. وأما هدي الجبران فإنه واجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب من واجبات النسك، ترك محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات النسك، فإنه إذا حصل منه شيء من ذلك فإنه يجبره بدم كفارة عما حصل، ولذلك يسمى هدي الجبران. نعم. له سؤال ثاني الأخ، يقول ما هي الأصول التي تبنى عليها العبادة؟ على أصلين. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا شرك بالله عز وجل. والأصل الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها بدعة ومحدث. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما شرط الإخلاص، الله جل وعلا قال: واعبدوا الله مخلصين فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. أخيرا له سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول: هل لابد من الهدي من شروط، وما هي هذه الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ يجب في الهدي من الشروط ما يجب في الأضحية من حيث السن ومن حيث السلامة. يجب أن يكون الهدي بالغا السن، الضان 6 أشهر أكثر، والمعز ما تم له سنة، والبقر ما تم له سنتان، والإبل ما تم له 5 سنين. كذلك يكون الهدي خاليا من العيوب كالمرض والعرج والعور غير ذلك من العيوب المخلة باللحم أو بكمال الهدي. نعم. أم صالح أرسلت لي مجموعة من الأسئلة، تقول: بالنسبة لخروج المعتدة التي مات زوجها إلى بيت أمها لإكمال العدة عندها، حيث تخاف على نفسها وليس عندها أولاد. الأصل أنها تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، وإذا لم تستطع البقاء به ففيه لما ذكرت السائلة أنها تستوحش وليس عندها أحد يؤنسها، فلا مانع أن تنتقل منه إلى غيره للعذر. نعم. تقول: الشيخ لي أخ كلفه والدي في حياته بوصايا ولم ينفذ منها شيء حتى الآن. هذا راجع إلى ذمته، ذكره وانصحه، وهذا راجع إلى ذمته. فإذا لم يؤدي يقوم بالواجب تعطلت الوصايا، فإنكم تبلغون القاضي ليحضره ويتفاهم معه. نعم. ورد حديث تقول الأخت: المسلم مرآة لأخيه المسلم، هل معنى ذلك بأن يذكر له هذه العيوب بفضيلة الشيخ أو ماذا؟ نعم، المسلم مرآة أخيه، بمعنى أنه يجب على المسلم أن ينصح لأخيه ما يرى عليه من النقص في دينه أو في خلقه أو في مظهره، وكل شيء ينقص دينه أو شخصيته أو مروءته، فإن على المسلم أن ينصحه وأن يذكره بذلك. نعم. الأخ سالم من جدة له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي الآيات التي تقرأ على المريض، وهل يكتفى بالفاتحة؟ نعم، إذا اكتفي بالفاتحة فهي كافية وهي رقية، وإذا قرأ معها
المعوذتين وسورة الإخلاص ومع آية الكرسي وما تيسر من القرآن فهذه زيادة خير. نعم. العاطس يقول إذا لم يحمد الله هل نشمته؟ لا، لا تشمته ولا تذكره بأن يحمد الله عز وجل، فإذا حمد الله فشمته. نعم. من هم الحواريون؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. حواريون أتباع المسيح، تلاميذ المسيح وأتباعه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة زينب الشيخ، هل للمرأة أن تصوب للإمام إذا صلت خلف الرجال ثم أقطع الإمام في القراءة أو في السورة ولم يرد عليها الرجال والمرأة تعرف الصواب؟ لا يجوز لها ذلك، أن يعني ترفع صوتها حتى إذا سهى الإمام الصلاة فإنها لا تسبح وإنما تصفق يدها على الأخرى. نعم. بالنسبة لعقوق الأولاد والبنات، هل هو عقوبة من الله؟ وما العلاج والتوجيه في التربية؟ مأجورين؟ نعم، قد يكون عقوبة من الله لأن يكون الإنسان قد عق والديه، فالله جل وعلا يعاقبه بعقوق أولاده له، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو علي يقول، زوجتي لا تتزين لي ولا تهتم بي، ماذا أعمل معها مع أنها ملتزمة وتقوم بواجباتها الدينية؟ هل أقوم بهجرها وأبحث عن غيرها؟ عليك بمناصحتها وتعليمها، أو أن توصي من يعلمها ويذكرها، ولا يجوز لك هجرها ما دامت أنها لم تمتنع من حقك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول، أخذت أنا وزوجتي عمرة وطفنا 6 أشواط، وفي الشوط السابع دخلنا ما بين الكعبة والحجر، ثم بعد ذلك أتممنا عمرتنا ورجعنا إلى الرياض. هذا معناه أن عمرتكم غير صحيحة وأنكم باقون على إحرامكم، عليكم بالمبادرة في التزام أحكام الإحرام، تجنب محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة والإتيان بالعمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول، بأن أخي عنده محلات تجارية فباعها قبل حلول زكاتها واشتراها صديق له، من الذي يدفع الزكاة؟ كل يدفع زكاة ما يملك، فالذي باع المحلات يزكي قيمتها إذا تم عليها الحول من نية البيع، والذي اشتراها إن كان يريدها للتجارة فإنه أيضا يزكيها زكاة العروض، وإن كان يريدها للعقار والقنية فليس فيها زكاة إلا إذا أجرها. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر أيضا يقول عن الزكاة لفضيلة الشيخ، هل يجوز لشخص أن يدفع عني زكاة مالي؟ بمعنى لي صديق غني جدا وأنا علي زكاة لمالي، فقال لي طب نفسا سأخرج عنك من مالي، ما عليك من زكاة؟ لا بأس بذلك، إذا وكلته في إخراج الزكاة عنك وأخرجها من مالك أو من ماله فلا بأس بذلك، لأن هذا العمل تدخله النيابة. نعم. أخيرا يقول، هل التوسل بدعاء الصالحين جائز؟ التوسل بدعاء الصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم، الأحياء الصالحين الأحياء تطلب منهم وهم حاضرون عندك، تطلب منهم أن يدعو الله لك، لا بأس بذلك. أما طلب الدعاء من الأموات ومن الغائبين فلا يجوز. الأخ سعيد من القصيم يقول، فضيلة الشيخ، لمجموعة من الأسئلة أرجو أن تقوموا بعرضها على فضيلة الشيخ في برنامج نور على الدرب. يقول، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، قد يرضاها الله وقد لا يرضاها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، وهي يحبها الله ويرضاها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني، ما رأيكم في الوقت الحاضر في الزواج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والمراسلة؟ مأجورين؟ هذا لا يتم به الزواج، الزواج لابد أن يكون بعقد صحيح من إيجاب وقبول في مجلس العقد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن يدخل خطيب الجمعة متقدما عن الوقت أم يتأخر؟ خطيب الجمعة يدخل إذا دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس فإنه يدخل ويخطب، قبل ذلك لا يدخل. نعم. له سؤال آخر يختم به هذه الرسالة، عن لبس الساعة باليد اليمنى.
هذا حسب العرف في البلد، إذا كان أهل البلد يلبسون باليمنى يلبس مثلهم، إذا كانوا يلبسون باليسرى يلبس مثلهم، ولا يخالف البلد. نعم. الأخ صلاح مصري ومقيم بالرياض يقول: ما السنة عند نزول المطر أن يفعله المسلم؟ أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، وأن يخرج إليه إلى المطر ليصيب بدنه. نعم. يقول: هل المطلقة يا شيخ إذا كان معها طفل هل لها نفقة؟ مطلقة باينة أو رجعية، إذا كانت رجعية فلها النفقة لأنها لا تزال في الزوجية إلى أن تخرج العدة، أما إن كانت باينة فليس لها نفقة، وإنما النفقة للطفل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: بالنسبة للأمراض النفسية كانت قليلة في الزمن الماضي، لماذا كثرت في وقتنا الحاضر، وما العلاج للمريض النفسي؟ العلاج بذكر الله والأدوية المباحة، وأما أسبابها فالله أعلم. نعم. هذا السائل يقول: بعض الأباء عند الأكل يتبرم ويتأسف، لماذا غداكم هكذا، لماذا الأكل بارد، هل يجوز أن يعاب الطعام؟ الطعام لا يعاب، لكن يوجه أهله بأن يعملوا كذا وأن يعملوا كذا لا بس، أما نفس الطعام فلا يعاب، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أراده أكل وإن لم يرده تركه ولم يعيبه. نعم. يقول أخيرا فضيلة الشيخ: إذا كانت المرأة تشك في زوجها كثيرا في كل صغيرة وكبيرة، ما نصيحتكم لها؟ وإن كانت كثيرة الشك في أمورها الحياتية، ما الحكم في بقاء الزوج معها؟ الزواج باقي، لا يؤثر عليه الشك، لأن الزواج متيقن، اليقين لا يزول بالشك، والوسواس يعالج بذكر الله سبحانه وتعالى، استعاذة بالله من الشيطان، وترك الوسواس وعدم الالتفات إليه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل أبو علي يقول: من هي السبل الجالبة للحياة السعيدة، وهل التفقه في الدين في من ذلك؟ السبل الجالبة للحياة السعيدة هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فعل الخيرات، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل، إكثار من العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أحمد من الرياض يقول: امرأة من أهل مصر أدت فريضة الحج منذ سنوات عديدة، لكن حاضت الشيخ قبل طواف الإفاضة وسافرت دون أن تطوف للإفاضة، ولم ترجع مرة أخرى لا لعمرة ولا لحج، وقد مضى على ذلك السنوات، ما الذي ينبغي أن تفعله؟ إذا كان يجب عليها الرجوع، فهل تحرم مرة أخرى لأنها ذات زوج وقد أنجبت في هذه الفترة عددا من الأولاد والبنات؟ يجب عليها أن ترجع وأن تكمل الحج، تطوف للإفاضة، يرجع بها محرمها من زوجها أو غيره وتطوف للإفاضة، وإذا كان حصل عليها جماع في هذه الفترة قبل طواف الإفاضة فإنه يكون عليها فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: زوجي يشرب الخمر كثيرا مع أنه يصلي، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه نظرا لسوء خلقه؟ نعم بلا شك، إذا كان مدمنا للخمر فإنه يكون فاسقا، ويكون بقاؤك معه فيه ضرر عليك من ناحية الدين ومن ناحية الدنيا أيضا، فإذا طلبت بالفراق لتتخلصي منه فهذا شيء حق لك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز، يقول أبو محمد، هل يجوز أن أذهب إلى الحج مع أنني تسلفت المبلغ من جميل لي وسأرده إلي فور عودتي من الحج إن شاء الله؟ ما دمت أخذت المبلغ وهو عندك فلك أن تحج به. نعم. حفظكم الله. من جدة أبو عبد العزيز يقول: يا شيخ، يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع إذا أخرت السعي مع طواف القدوم؟ نعم، إذا قدمت، نعم، إذا قدم السعي مع طواف القدوم له أن يؤخر طواف الإفاضة وأن يجعله آخر شيء عند السفر ويجزي عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. يا شيخ، يقول: والدتي تريد الحج علما بأنها لم تعتمر هذه السنة، فهل عليها عمرة قبل الحج أم لا؟
العمرة واجبة عليها مستقلة، إن شاءت عرفت فيها قبل الحج وإن شاءت بعد الحج. أيضا عن الحج فضيلة الشيخ، الأخ علي يقول لي عم وعمة سوف يصلون للحج من اليمن، ورحلتهم من مع الحملة إلى المدينة المنورة، من أين يحرمون علما بأنهم يريدون حج تمتع؟ يحرمون من ميقات المدينة من ذي الحليفة، يحرمون بالعمرة إذا كانوا يريدون التمتع، يحرمون بالعمرة من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة بيرعى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت أم رام تقول لي ولد عمره 15 سنة متخلف عقليا، ويأتيني نساء قريباتي في الضحى ونساء أخريات من أقاربي ولا يتحجبن عنه بحجة أنه متخلف. لا يجوز لهن أن يكشفن له، وإن كان متخلفا ففيه الشهوة وفيه الغريزة يحتجبن منه إذا كان بالغا. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة أيضا بالنسبة لموضع الدعاء من صلاة الاستخارة، ما موضعه؟ بعد صلاة الاستخارة صلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء بعد السلام. نعم، تستفسر عن الآية الكريمة في سورة آل عمران وسيدا وحصورا، ما معنى حصورا؟ إلا إنه الذي لا يأتي النساء. نعم، جزاكم الله خيرا. سوء الظن تقول بالله يا شيخ، هل هو أمر محمود أو مذموم؟ وما العلاج لمن ابتلي بسوء الظن؟ الأصل في المسلم الخير، فلا يسيء الظن بأخيه المسلم. الأصل في المسلم أنه لا يساء به الظن، وأما من عرف بالشر والخيانة فإنه يساء به الظن. أما من لم يعرف عنه شر ولا يعرف منه خيانة وهو مسلم فالأصل حسن الظن به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ، كثرة العنوسة في زماننا، هل ترون بأن التعدد حل لهذا؟ وما توجيه الشيخ فيه؟ لا شك أن تعدد الزوجات فيه حل للعنوسة لمن وثق من نفسه بالعدل بين الزوجات. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فمن الحلول لخطر العنوسة تعدد الزوجات. نعم، أبو عبد الله يقول ما منزلة الصبر في الإسلام يا شيخ؟ منزلة الرأس من الجسد، الذي عنده الصبر هذا كالبدن الذي له رأس يعيش به، وأما الذي ليس عنده صبر فهذا كالرأس كالبدن بلا رأس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد يقول هل يجوز دفع الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم؟ الزكاة كما نص الله عليها للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر المصارف الثمانية، وأما المشاريع الخيرية كبناء المساجد ومدارس تحفيظ القرآن ودور الأيتام وغير ذلك فهذه لا تقام من الزكاة وإنما تعطى من التبرعات. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول الشيخ، لماذا يكثر الجهل عند بعض الناس في الأمور العقدية؟ لأنهم لم يتعلموا. الواجب على المسلم أن يتعلم عقيدته من الكتاب والسنة وعلى أهل العلم الموثوقين. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو فيصل يقول بالنسبة للجمع للمسافر يا شيخ مع بعثة عمله ولا يعلم متى العودة لبلده المملكة، هل يكون يوما أو عدة أيام أو شهر، علما بأن ذلك الجلوس هناك ليس باستطاعتهم فهم لا يدرون متى يعودون إلى بلدهم الأصلي؟ المسافر له أن يقصر في الطريق ذهابا وإيابا، وله أن يقصر في الإقامة أثناء السفر إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، وكذلك إذا لم يعلم مدة إقامته فإنه إذا يقصر الصلاة لأنه لا يزال مسافرا. أما إذا علم أن إقامته ستكون أكثر من 4 أيام، إذا علم أن مدة إقامته ستكون أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر، فليتم الصلاة لأن السفر انقطع بهذه الإقامة. نعم، فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن فاتته الصلاة، ورد بأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ثم الإقامة، هل الأمر هنا للوجوب؟ لا أعلم أنه أمر المسيء بالأذان والإقامة،
علمه كيف يصلي لما قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر الحديث. هذا الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في أداء الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخت سلمى تقول هل لابد يا شيخ من لبس الثوب الأسود حدادا على الزوج بالنسبة للزوجة؟ وبعض النساء مثل أخوات المتوفى يلبسن الأسود لمدة أسبوع. التزام لباس للمحدة لباس معين هذا من السواد أو الأخضر أو ذلك، هذا من أمور الجهال. ليس للمحدة لباس خاص إلا أنها تتجنب لباس الزينة ولباس الشهرة وما يلفت النظر إليها. نعم. أحسن الله إليكم. تستغفر عن الآية الكريمة يا شيخ، الآية في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذه في المنافقين أنهم كانوا إذا كانوا عند الناس أظهروا الصلاح والتقى والدين، فإذا خلوا عن الناس بارزوا الله بالمعاصي والكفر والنفاق والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخشاه سواء كان مع الناس أو كان خاليا وحده. نعم. أيضا يا فضيلة الشيخ تقول الآية الكريمة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم. ويل للقاسية قلوبهم، هذا وعيد، وعيد من الله الذين لا يخشعون عند تلاوة القرآن أو لا يتأثرون بالقرآن. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو حمد يقول ما هي الحالات التي يلجأ فيها إلى التيمم وشروط ذلك؟ ومن تيمم يا فضيلة الشيخ وقد وجد الماء ماذا يلزمه في الإعادة؟ التيمم بدل عن الماء في حالتين، في حالة إذا فقد الماء فلم تجد ماء فتيمموا، وفي حالة المرض الذي لا يستطيع معه أن يتوضأ بالماء فإنه يتيمم بالتراب. في هاتين الحالتين، حالة عدم الماء، حالة العجز عن الماء، عن استعمال الماء مع وجوده. ومن تيمم من غير سبب من هذين السببين فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. كأن تيمم مع وجود الماء وهو قادر على استعماله فإنه يعيد الصلاة. فضيلة الشيخ، هذا يسأل أخيرا في نهاية هذه الحلقة بالنسبة للرابط في الدم الكثير بالنسبة للوضوء والصيام. هذا يرجع إلى العرف، ما عده المتوسطون من الناس كثيرا يكون كثيرا، وما عده المتوسطون قليلا يكون قليلا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء في برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.